وفي الحديث الذي أخرجه الإمام حاكم وهو على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى وشرب الخمر زموت يسرانا أسكاري متتن يتتاسو على رسول عليه الصلاة والسلام نزع الله منه الإيمان إيمان كلب يا وتعبت هل تبلو إيمان لله سوكو جنة هاي قبام ونموتش إيمان لله سوكو يجنة برن تقا إلى تنكو إيمان لله سوكو بيتشانو جنة ميقبا زموت ما مسراتو إيمان ببالو النقر يمين التكهنة زموت ما مسراتو كالسناك الله قايا اللون يميقنا يتلقون حب إيمان ببالون من التكوانا سو كالابدا كالسكرا سو كالابدا كالتلوت أبستكر تلقي هنا ونحابتون ستو أصلفو ستو ركاش هنا ودنيا أيلوتون إيمان سيكمال رسول عليه الصلاة والسلام كما يقلع الإنسان القميص من رأسه براس وكل قميص الدم يوتو كتات ودلاي إيمان وتو ينتك آل بلوان الرسول عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود والترمذي إمام الترمذي إلا أبو داود بزقه حديث نقمو إذا زنى الرجل أخرج منه الإيمان سوي زنا سسرة إيمان يوت أبتال اندي وتأيب الرقال وكان عليه كالظلة لك اندى جانتلا ويدقمو اندتلا لا يلين يتعلم للدرقال فإذا تاب وأقلع ستبت كازينا سرا ملوب ملوكاك وما رجع إليه الإيمان إيمانا ببالو نقر اندقنا يملا سلتان من الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. زمتنا زمت سرا إيمانيا لو زمتنا سرا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. خمر مسيتتا إيمانيا لو بفتم أيتتا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ليبام بمي سرق قزي إيمانيا لو بفتوم أي سرق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. فإن فعل ذلك إهن كسرى قال الرسول عليه الصلاة والسلام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه كانقته يسلم النان سنسلت ويم يسلم النان جيت إن دان لوتتو يتعليها يتاسب بطال بلوان كتبت. فإن تاب كسولي ستة يتفاهم كبرت زقت لما يتفاهم له كتبتنا كتملس تاب الله عليه الله سبحانه وتعالى توبته لك بلوان بلوان بقى بتشاه راس